مسجد الكريستال أو المسجد البلوري، ماليزيا. مسجد الكريستال أو المسجد البلوري، مسجد مصنوع من البلور الخالص، يقع في مدينة كوالا ترغانو في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة الماليزية. وأمر ببنائه السلطان ميزان زين العابدين في العام 2006 ليستغرق بناؤه عامين كاملين. افتتح في الثامن من شباط عام 2008. مسجد الكريستال هو ثاني أكبر مساجد جنوب شرق آسيا بعد جامع الاستقلال في جاكرتا، وأحد أجمل المساجد في ماليزيا. يتسع مسجد الكريستال أو المسجد البلوري لأكثر من 15,000 مصلٍ، ويعد منطقة جذب سياحية رئيسية في أرض تريغانو. يعد المسجد ثاني أكبر مساجد جنوب شرق آسيا بعد جامع الاستقلال في جاكرتا، وأحد أجمل المساجد في ماليزيا. يقع على بحيرة بوتراجايا الصناعية في ولاية ترينغانو في مدينة كوالا ترينغانو، التي يبلغ عدد سكانها 300,000 نسمة.